باوند كيك دريم. هيكون معانا دريم كراعي. انا بس عايزه اشرح الوصفه دي. احنا بنشرح طريقه عمل الكيك. دريم عامله اربع انواع من الكيك، واحده بالفراوله، واحده بالبرتقال، فانيليا والشوكولاته، زي ما احنا شايفين اربع انواع. فانا دلوقتي حاليا بشرح طريقه عملهم، لان في ناس بتاخد العلب وما بتبقاش برضو فاهمه بالظبط نعمل ايه ازاي الكلام ده كله. فهو الحقيقه دريم اختاروني، قالوا ان احنا نقدم ده في الحلقه علشان نسهل على اللي عايز يشتري منتج من منتجات دريم يبقى فاهم بس يتعمل ازاي. في ناس كتير ما بتحبش مثلا انها تعمل كيكات من الالف للياء. في ناس كتير اعرفهم لا انا ما عنديش وقت، انا ما بحبش مثلا، ماليش في الحلويات، ما بحبش ابتدي من الاول. انا بعمل كل ده وبحاول على قد ما اقدر ان انا يعني اعرف الناس بيتعمل ازاي. بس في ناس كتير لا بتحب انها تجيب الجاهز، فبرضو من واجبي ان انا اعرف ازاي احنا نشتغل على الجاهز، سواء جاهز او نعمله ازاي في البيت. فالمره دي انا هعرفكم للناس اللي بتحب تشتري جاهز يعملوا ده ازاي، تمام؟ عشان نبقى ملمين بكل الناس اللي عايزه تعمل حلويات. الباوند كيك الفراوله المره دي ده اللي هنعمله بالدريم. هقول لكم على الوصفه. احنا معانا بس الزبده، هحطها على النار عشان تسيح معانا علشان تبقى سهله في الاستخدام، عشان دايما الاستوديو عندنا زي ما قلت ساقع، فبسهوله قوي بيسقع لي الزبده جامد. فانا خدت بس مقدار الزبده على النار، بسيحها بس، يعني انا مش عايزه ان انا اغليها، مش هغليها، انا بس هسيحها، تمام؟ طيب احنا معانا بقى باكيت باوند كيك دريم حسب النوع اللي انتوا حابين تشتروه، سواء بقى زي ما قلنا فراوله، برتقال، فانيليا، شوكولاته. معانا 3 بيضات هيتحطوا عليهم، و100 جرام من الزبده، يعني نص كوبايه من الزبده، يعني 100 جرام بقول الاثنين علشان مش كل الناس عارفه 100 جرام يعني نص كوبايه. ومعانا نص كوبايه لبن، يعني 100 ملي او 100 جرام برضو، خلاص يبقى نص ونص. ومعانا للتزيين بقى اللي انتوا حابين، خلاص مفيش اسهل من كده. هي الزبده كده تمام، مش محتاجين بقى اكتر من كده. نقفل، تمام جدا. هنزل الزبده السايحه، مش محتاجين اي جهاز ولا اي حاجه خالص، هو يدوبك بوله ومضرب سلك. انتوا عارفين طبعا دريم معايا من سنين، يعني بقدم دريم بقالي سنين دلوقتي على الشاشه، فمن واجبي ان انا اقدم كل منتجات دريم، مش بس الحاجات اللي تخش مثلا ككيك شف كيكه او كخميره في معجنات او شوكولاته او لا، كل منتجات دريم بقدمها عشان نبقى عارفين نستخدم ايه ازاي، خلاص؟ طيب احنا عندنا بقى، وطبعا ده برضو قسم الحلويات والمناسبات، ملوش اي علاقه بالرجيم، تمام؟ باكد. طيب احنا عندنا دلوقتي حطينا الزبده السايله اللي هي نص كوبايه يعني 100 جرام، بحط عليها البيض بيضه بيضه كده بس عشان الزبده بس دافيه شويه معايا احتياطي. هبتدي بقى انزل بقى قبل اللبن عشان الزبده، شوفوا بقى الحته دي بس عشان نبقى عارفين الزبده. لو اللبن ساقع معايا ممكن الزبده تخرز في ساعتها، فمش هنزل اللبن على الزبده على طول، تمام؟ لا، هنزل الاول محتويات الباكو، باكو دريم هنزلها الاول وعليها اللبن واقلب، ساعتها هيتجانس احسن كتير عن لو نزلت اللبن دلوقتي وهو ساقع، يا اما اللبن يبقى دافي عشان ما يخرزليش الزبده. الزبده لو نزلت في حاجه ساقعه على طول بتقفش، بتعمل لي حتت، خلاص. فانا بحط كده محتويات باكو دريم اهو، وانزل عليها اللبن، ريحتها تجنن. فراوله فراوله، يعني بحب الفراوله. هقلب اهو زي ما احنا شايفين، مش محتاجين اي جهاز ولا اي حاجه، هقلبه بس لغايه ما يتجانس معايا، حتى لو ملاحظين لونه روز بينك كده، لون الفراوله.
بتأكد بس ان خلاص ما فيهاش اي كلاكيع وكل حاجة اتخلطت معايا حلو. بكون بقى مسخنه الفرن على 180 درجه، بكون مسخنه الفرن على 180 درجه قبل ما ابتدي عمل الكيك. ليه؟ علشان المهم قوي 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 ان الفرن يكون وصل الحراره المطلوبه قبل ما ادخل الايه الكيكه. طيب مهم برضو ان احنا ندهن دايما القالب، ويكون القالب الومنيوم عشان بيوزع الحرارة بشكل سليم. اي قوالب تانية مش بتوزع لي الحرارة بشكل متوازن، بتوصل الحرارة بسرعة فبيتحرق من تحت والاطراف وجوه بيبقى ايه لسه مازال ني. كده تمام جدا معانا. هننزل بقى بالخليط اهو. للي حابب يحط مثلا شوكليت شيبس هتبقى لذيذة جدا، شوكولاتة حتة شوكولاتة كده شوكليت شيبس، ويعملها مثلا تبقى شكل البطيخة مثلا تبقى لذيذة قوي، يعني تتقطع كده هيبقى شكلها كده كأنها من جوه لونها اللون الأحمر ده وفيها حتة الشوكليت شيبس كأنها بذر البطيخ، ومن بره تعمله فروستنج لونه أخضر تبقى لذيذة قوي للمناسبات. بدي بس أفكار. تمام، هندخل بقى الفرن على 180 لمدة قد ايه؟ نص ساعة تقريبا لو مقاس ده، ده مقاس تقريبا 30. لو مقاس اصغر هيبقى اطول في الوقت عشان هيبقى اعلى، طول ما هي ارفع طول ما هي ايه تاخد وقت اقل، لكن لو هي كتيرة في قالب صغير هتاخد وقت اكتر. تمام، بنجرب بخينة اسنان وبعدين بنطلعها. بتكون عاملة كده معانا، بنشوف بقى كده من جوه قوامها عامل ايه معانا. شايفين لونها اهو لون الروز ده. خلاص انا كل اللي انا هعمله، انا حابة المرة دي ان انا بصراحة اقطعها، يعني هقطعها واحطها مرصوصة. يعني احنا ممكن دلوقتي ننزل عليها سكر بودرة كزينة، مش محتاجين ننزل عليها حاجات تانية، يعني لو في فراولة في الموسم يبقى أحلى، لو ما فيش مش محتاجين. يعني أنا في عندي تشكيلة دلوقتي من الفاكهة، بس أنا لا أفضل إن أنا هسيبها كده وهقطعها لما ترجعولي من الفاصل، هكون مقطعاها شرايح وحطاها رصاها هتبقى شكلها لذيذ جدا. اهلا بيكم معايا من الفاصل. هفكركم عملنا ايه. عملنا كيكه الفراوله من دريم. انا بس اوريكم الكيكه. بصوا الكيكه، الكيكه الاولانيه اللي احنا عملناها ابتدت هي تنفخ وشكلها خلاص قرب يستوي، بس عشان ما كانتش عاليه عشان احنا حطينا في قالب كبير. تمام، فاستوت اسرع اهي كيكه الفراوله. دي الكيكه خلاص اللي في الفرن، خلاص نقدر نشوف كده يا بس بال او بخله اسنان احسن اذا كانت استوت ولا لا. تمام، طالعة نظيفة ريحتها تحفة، هطلعها بقى خلاص كده اهي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ جميلة جدا تحفة، مستوية ولونها حلو.